بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طلاب الثانوية العامة، امتحان الإنجليزي احنا عارفين مليان، في فروع كتير، ولكن احنا لسه معانا وقت. ازاي ده؟ مفيش غير يوم، برضو بأكد لسه معانا وقت. كل اللي انا عايزه منكم، عايزكم تمسكوا ال 17 ورقة دول، الملزمة دي 17 ورقة بالظبط، لما حاجات كتير، عايزكم تخلصوها في خلال 3 او 4 ساعات حد اقصى. بالنسبة للباراجراف، هنتكلم على الباراجراف، هتلاقوا على القناة انا نزلته موجود باراجراف الجوكر ده، هيمشي معاك على اي موضوع ان شاء الله. جالك بقى موضوع عن الوقت، جالك موضوع على الفريلانس ورك اللي هو العمل الحر، خلي بالكم موضوع العمل الحر ده، يا ريت تكتبوا افكار عن موضوع العمل الحر وتدربوا نفسكم عليه. باراجراف الجوكر هيمشي معاك على اي باراجراف يجي لك، سواء سلبي او ايجابي، بس الفكره انا مش عايزك تكتبه زي ما هو، انت هتحط 3 جمل بالظبط في المنتصف او في المتن بتاع الموضوع. بعد ما تكتب المقدمه وهتكتب الخاتمه، هتكتب 3 جمل من عندك في الموضوع اللي هيجيبه. يعني مثلا قال لك اتكلم لي على الفريلانس ورك، او اكتب لي على اهميه ذا امبورتنس اوف تايم، اهميه الوقت. يبقى اذا نكتب 3 جمل من عندك عن الفريلانس ورك. هتقول لي مثلا فريلانس ورك سيفز ا لوت اوف تايم، يعني ان هو بيوفر لنا وقت كتير، اند كان بروفايد اس وذ ا لوت اوف ماني، وبيدينا فلوس كتير. مثلا ده مثال على جملة عن الفريلانس ورك. الكلمات اللي قدامنا ديت كلمات القطع والقصة، الكلمات ديت مهمة، هتلاقي أغلبية الكلمات انتوا عارفينها، ولكن هتبص عليها سريعا عشان تعرف الكلمات دي بتيجي كتير في القطع. في الجزئية ديت اللي هي القصة، يعني هتلمم لك قصة كده في كام ورقة. مثلا رودلف فريزندل، أنا عايز أراجع شخصية رودلف فريزندل، أو ممكن يجي لي سؤال يقول لي إيه؟ رودلف فريزندل was a good actor، يعني كان ممثل جيد. Give example of that، اديني مثال على ده. فانت الاجابه ببساطه ادي هو هنا من صفاته الشخصيه ان هو جود اكتر، هتيجي جنبيها اعرف ان هو ممثل جيد، هتقول لي هي هيد هيز فيلينجز، ان هو خبى مشاعره توورد ذا دوك، ناحيه الدوك. او مثال تاني، نو وان كود ريلايز هي وازنت ذا كينج، محدش قدر ان هو يدرك ان هو كان الكينج. طيب اما اجي اقول لك برضه رودر بلزندر واز بايلينجوال، يعني كان متعدد اللغات. ليه؟ لان هي سبوك ميني لانجويج، فرنش جيرمان اند سو اون. يبقى اذا عندنا ادي الشخصيه، هيجيب لك هنا الادجكتيفز بتاعت الشخصيه، وبعد كده هيجيب لك اكزامبلز عليها. يعني مثلا روز، مين روز ديت؟ اللي هي كانت سيستر ان لو. هتيجي تقول لي ايه بقى الحاجات اللي عملتها؟ مثلا هي اوفرد ريزندل تو ورك وذ سير جاكوب، عرضت عليه ان هو يشتغل مع سير جاكوب. نفس الكلام، ادي الشخصيات اهو، ادي جوهان، ادي ذا كاسل، ذا دريم، كل الايفنتس او كل الكاركترز اللي موجوده عندنا في القصه ملخصه بشكل اكتر من رائع. وفي الاخر برضو اخر القصه هتلاقي هنا حاجه اسمها ليترز اند مسجز، كل الرسائل اللي كانت موجوده في القصه متلخصه بشكل جميل قوي، كانت من انتوانيت تراس ومن انتوانيت فلافيا، اللي هي لما انتوانيت warned her about the duke not to fall in the power of duke، ورساله من الدوك لفلافيا invited her to go to zinda، لما دعاها ان هي تقضي شويه وقت في زنده. وادي عندنا هنا اهم البلانز، اهم الخطط اللي موجوده في القصه. انا بقول لكم الاكثر من رائعه، كام ورقه دول؟ هم 17 ورقه، حقيقه هتستفيدوا جدا منهم. طيب في باراجراف جاهز اهو، هتلاقي باراجراف جاهز لو انت ما عندكش برضو خبره كبيره بالباراجراف، ولكن انصحك انك ترجع على الباراجراف بتاع الجوكر. هتكتب كده في البحث بتاع القناه عندنا هلو الشهاب، اكتب الجوكر وهتلاقينا انا حاطه برضو في المنتدى. طيب بالنسبه للترانسليشن، انا عايزكم تذاكروا الورقه دي. الورقه ديت لما كل الكلمات اللي هي جت في الترجمه في الامتحانات السنين اللي فاتت، هتلاقي مثلا كلمه يؤدي الى lead to بنستخدمها كتير في الترجمه، يستصلح الصحراء reclaim the desert، ومش عايزكم تقلقوا الامتحان مش هيجي صعب. الامتحان ان شاء الله الانجليش هيجي في مستوى الطالب المتوسط، ممكن تكون فيه بس حته كده 5% للمتميز، يعني هتلاقي مثلا ايه، ممكن تلاقي تركايه في الترجمه، ولكن عايزك تهتم بالايه، بالكلمات اللي قدامك دي. مثلا ميك اب فور يعني يعوض، مثلا مارفلز عجائب، اجريكالتشر زراعه، ايج اللي هو عصر معنى عصر او عمر، يقول لك مثلا العصر القديم ذا اولد ايج، يضحي بنفسه ديفوت هيم سيلف. ربنا يوفقكم طلاب الثانويه العامه، عايزكم السنه دي ان شاء الله تقفلوا امتحان الانجليش، ولسه ان شاء الله برضو ممكن قبل الامتحان بساعات كده هنزل لكم حاجه تاني. تابعوا معايا وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وشير لاصحابكم، ويا ريت تكتب كومنت كده، ممكن تكتب تم حد. شكرا لكم والسلام عليكم.